السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد يا جماعة النهاردة الوصفات اللي معانا وصفات معمولة يعني ممكن تروح أي مكان أي محل الملكي أو أي محلات من المحلات اللي هي بيعملوا حاجات بالنيون وبالإضاءة وبالبتاع وتلاقيها موجودة في أنحاء جوه العالم إن دي بالشيء الفلاني. الوصفة دي لازم تعملوها في البيت، ما عندكوش فكرة المنظر ده أهو، المنظر ده هو اللي قدامي ده هو، والمنظر ده هو، والمنظر ده هو، دي انت هتخش هتشوف الوصفة، انت هتخش تشوف الوصفة يا جماعة، هتشوفوها سهلة جدا، التكات جميلة جدا، الحاجات دي تشتريها غالية جدا، الحاجات دي لو حبيت تشتريها غالية جدا، واحنا يا رب اتمنى من الله ان نكون وفقنا في المشروع ده، مشروع النهارده رز بلبن بكذا طريقة، سخن للشتاء وبارد للصيف بالحاجات، ويعني بجد مش عارف اقول لكم ايه. حتى البطاطس الجميلة دي فيها تكات روعة جدا جدا. انا محتار طبعا، انا مش لازم ما تبدأش ابدا اي اكل بالمسكر عشان ما يدوخكش، تبدأ دايما بالحاجة المملحة او بالاكل وبعدين نرجع، ما انا مش هغيب هنا ان شاء الله، علشان انا بصراحة قاعد مشتاق جدا جدا، مشتاق جدا جدا ان انا ادخل على الجمال والطعامه دي. هنبدا كده شوف بس السوس ده، اشوفه كده لان ما اعرفش هو في ايه. لا بجد بجد بقى، شويه البطاطس دول روعه، وانتوا شفتهم في الوصفه. خلاص احكموا انتوا عليها، وصفه سهله. والرز بلبن ده لانكم اوعوا تروح تحط اللبن على الرز والرز حص، يبهدلك عن تجربه، يبهدلك جدا. وفوق ما سوس اهوت في كاتشب وفي حاجات تانية. حط شويه ميه يغلوا كده يا جماعه، 3 كوبايات ميه هيتغلوا دول يا جماعه، 3 كوبايات ميه هنسيبهم يغلوا. خليكم معانا عشان ما تتوهوش من الوصفه، زي الفل نهاركم ابيض ان شاء الله. دول البطاطس دي يا جماعه، شوفوا هنعمل فيها ايه، خليكم معانا. هنقطع البطاطس الحجم ده يا جماعه، خلاص خليكم بقى معانا عشان ما تتوهوش. هيبقى منظر البطاطس بالشكل ده يا جماعه. دي كوبايه رز يا جماعه، حصى رز، حصى مش مغسوله ولا مستويه، رز حصى حطيناها في الميه الايه، 3 كوبايات الميه اللي بيغلوا دول. الميه دي شفت يا جماعه اهوت على الرز، خلي بالكم هنسيبه بقى كده يستريح شويه، وبعدين هننزل بقى بالحليب بقى عشان تبقوا عارفين. خليكم معانا. البطاطس اللي احنا قطعناها جبناها هنا على النار، هي تتسلق كده 15 ل 20 دقيقة. دي بنعملها كده يا جماعة علشان يعني ايه، تفك شوية من بعضها بس مش هنهرس. خليكم بقى معانا عشان الفتحة دي، شفتوا الفتحة دي؟ الفتحه اللي هي عملتها دي عشان هنعمل فيها حاجه دلوقتي تدخل جواها. شويه زيت كده يا جماعه، دول 4 معالق زيت، وحطينا عليهم راس توم مفرومه زي ما انتم شايفين كده، هنعمل حاجه زي الطشه كده، احلى ريحه في الدنيا في النوع ده. الله الله، شويه كزبره ناشفه، خلاص تعمل شكل جامد قوي دي يا جماعه. خليكم معانا شوفوا المنظر. هنروح بقى للبطاطس، شوفوا بقى، نحط شويه الايه الزيت والثوم هنا يا جماعه كده، حطينا كده يا جماعه، المنظر الجميل ده اهو، ما عندكش فكره الريحه شكلها ايه. شويه كركم اهو، خلاص، وشويه كمون، حطينا يجي نص معلقه كمون، وشويه بابريكا ايه حمرا كده عشان تعمل لون اهو، شايفين المنظر اهو. حطينا شويه ملح، شويه فلفل اسود، والبابريكا اللي انتم شفتوها، والكركم، ونبدا بقى ايه بقى كده نقلب الخليط ده يا جماعه. خليكم بقى معانا عشان ما تتوهوش، الريحه ما اقولكوش، وصفه جامده جدا يا جماعه، وعامله تبقى صنف يعني فريحه كده. شويه زيت اهو في الصينيه الجميله دي يا جماعه، ونحطهم بقى ونفرش البطاطس فيها. خليكم معايا يا جماعه، البطاطس اهي، نبدا بقى نرصها كده، نحطها بقى كده يا جماعه في الصينيه كده، وهنحطها في الفرن على درجه حراره 200، ولونها هيبقى زي ما انتوا هتشوفوه. شوفوا يا جماعه ده حليب، دول ريتل ونص حليب كامل الدسم،
يعني جبناه من عند اللبان اشطته بحاله غلناه وهنضيف الرز، الرز استريح. وانتوا شفتوا وصفه الرز من اولها، ان شاء الله مش هتبقوا تايهين ولا حاجه معانا احنا عملنا ايه في الرز. الرز عملناه كده وسيبناه يرتاح ويبرد، وهنحط بقى نضيف اللبن دلوقتي ونشوف هنعمل ايه بعد كده. خليكم معانا. خدنا الكوبايه دي من الرتل ونص حطيناها على جنب كده، هنحتاجها احنا في شغل هتعرفوا. يعني الكوبايه دي من ضمن الرتل ونص اللي احنا قلنا لكم عليه. الرز اهو يا جماعه، الرز اتسلق الوقت زي ما انتم شفتوه، قعد ساعه ونص. اوعوا تعملوا وارتاح وبرد، يعني برد الحله برد ده. بصوا اوعوا تعملوا رز وتحطوه في اللبن على طول، انا عملته مره زمان بهدله مش هيستوي، ويقعد له 3 4 ساعات على ما يستوي. انما انت بتسلقه كده وبتريح دماغك هياخد دقيقه. خليكم بقى ماشيين معانا نشوف الخطوات هيحصل فيها ايه بعد كده. هننزل بقى باللبن اهوت الرتل ونص الا الكوبايه اللي احنا طلعناها على جنب. نقلب اهوت على النار دلوقتي يا جماعه، وهنسيب بقى يتجانسوا مع بعض كده، يعني اللبن والرز هيندمجوا مع بعض. خليكم معانا. كوبايه سكر، نفس الكوبايه اللي احنا معايرين بقى كل حاجه، الميه والرز وكل حاجه. خدنا معلقه سكر كبيره كده من الكوبايه اللي احنا من كوبايه السكر، 4 أو 5 فصوص مستكه. شوف هنعمل بهم ايه دلوقتي. خليكم معايا. ندقهم كده زي ما بقولوا او نكسرهم. كسر المستكه. على فكره المستكه دي مفيده جدا يا جماعه، خلي بالكم. قلبنا المستكه كده يا جماعه، بقت خلاص جزء من السكر اهي. معلقه نشا يا جماعه، كوبايه اللبن اللي احنا حطيناها على جنب حطينا فيها معلقه نشا، نشا الذره. هناخد 4 معالق من الكريم شانتيه ده يا جماعه، كريم شانتيه دريم ده، هناخد منه 4 معالق هنحطهم دلوقتي في كوبايه اللبن اللي انتوا شايفينها. خليكم معانا. نحط الكريم شانتيه اهو يا جماعه، خلي بالكم معايا. هنحط شويه السكر اللي متقلبين عليهم المستكه يا جماعه، هنقلبهم بقى نشوف هنعمل فيهم ايه دلوقتي. خليكم معايا. قلب بقى اهو، قلب بقى تقليب مظبوط كده بقى خالص، هنشوف بقى هنعمل ايه. خليكم معايا، هيعمل نكهه حلوه قوي يا جماعه، ما عندكوش فكره الريحه هنا طالعه عامله ازاي اهو. شوفوا الرز بلبن بقى يا جماعه اهو بيتجانس، هتقلبوا على طول كده وايديكوا فيه. هنرجع تاني ليكوا بقى نجيب نشوف هنجيب الحاجات التانيه دلوقتي ولا مش الوقت. طيب خليكم معايا واحده بواحده عشان ما تتوهوش مني اهو. رز اهو شوفوا هرجع كده مسؤول اهو، تقلب تفضل هو رز بقى نفسه بيشرب اللبن، بيشربه شرب. حطينا كوبايه السكر اهي يا جماعه اهي. كوبايه السكر ما بتتحطش اول ما بتحط اللبن على الرز، يعني بتتحط بعد لما بيغلي شويه، لما يبدا هيغلي نقوم حاطين السكر. وبقى كده يا جماعه لازم برضو بعد ما نحط السكر ياخد ايه يعني عشان يتجانس كده مع بعض اهو يا جماعه. شوفوا لسه بقى تك، لسه في تكات، خليكم معايا. شوفوا بقى البكبكه دي يا جماعه، يعني هو خلاص بقينا في النهايه، يعني هنبدا بقى نضيف الحاجات اللي باقيه ديت اللي هي الكوبايه اللي عملنا فيها النشا والمستكه والكريم الـ4 معالق اهو. خليكم بقى معانا. شوفوا بنقلب فيها اهوت، هننزل بقى اهو عليها اهو، شايفين لازم تبقى متقلبه كويس جدا يا جماعه اهو. وخلي بالكم مش هتغيب على النار بقى عشان ما تمسكش منك اهو، تمام. شوفوا يا جماعه اول ما حطينا اللي هي النشا والمستكه والحاجات اللي انتوا كانت في الكوبايه، شوف بدا يتقل شويه القوام، بدا يتقل شويه. وريني كده القوام يا حاج، يتقل شويه. شوفوا القوام بدا يتقل اول ما تبدا البقبقه تبقبق كده، وشوف البقبقه دي بقى اول ما تبدا البقبقه دي هنبدا نطفي بقى عليها عشان ما تمسكش مننا وتبقى جامده اهو. شوفوا انا عايز برضه يبقى فيها روح كده اهو، شفتوا اهو. اللهم صل على النبي. يا جماعه احنا خلاص كده شلناها خلاص من النار اهي، شوفوا لسه البقبقه شغاله اهي وهي متشاله من على النار. خليكم معانا بقى لما نشوف اخر تكات بقى هنعمل فيها ايه. هنبدا نعبي اهو بقى يا جماعه، نعبي. خلي بالكم بقى كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنبدا نعبي كده اهو، شايفين المنظر، نعبي كده. ده البرام اهوت، ده البرام اللي هو ايه الشتوي اللي بناكله سخن. في بناكل سخن وفي بناكله بارد، يعني ممكن تاكله سخن وتاكله بارد، وتاكله سخن ومعاه جيلاتي ومعاه ايس كريم ومعاه، يعني انت بتاكله كذا طريقه. خليكم معانا، دي تاني عبوه اهي بنعبيها. طلعت اهي القمر دي من الفرن يا جماعه، شايفين المنظر، حاجه بقى والله ما اقولكوش على الطعم، على الريحه والطعم. والله انا دوقتها يعني دوقت ده كله ما قاعد، يعني اهو شايفين البطاطس طلعت بقى، خدت بالظبط 40 دقيقه في الفرن بتاعنا، يعني خدت 20 دقيقه و20 دقيقه
شايفين؟ وانا هنشوفها بقى في الفيديو انا باكلها باذن الله. نعيشنا يعني، خليكم معانا. شوفوا يا جماعه، رشه سكر بودره بقى، رشه سكر بودره كده على الوش، لان دي لسه هتدخل ايه الفرن. خليكم معايا ما تتهوش. رشه ديت اللي هي اللي هتدخل الفرن، رشه سكر بودره. خليكم معانا. هنحط بقى يا جماعه شويه سمنه بلدي بقى كده، هو ممكن تحط زبده بس تكون زبده نضيف. هتحط معلقه سمنه كده وفوق الوش كده، لان هي هتدخل بقى هتبقى هتتشمع، هيبقى شكلها رهيب وهي طالعه من الفرن باذن الله. خليكم بقى معانا. ده يا جماعه احنا هنبدا نزوق الطبق اللي هو الجميل ده، القمر ده اللي هو اللي هيبقى بارد يعني، هنبقى نزوده بالحاجات دي. ممكن تعمله بالشوكولاته، ممكن تعمل بيه موز. خليكم معانا نشوف هنعمل بيه ايه، هنعملهم ازاي. كده دلوقتي يا جماعه دي اللي هي الدانيت ديت، حطينا جزء كده اهو يا جماعه، وانت ممكن تزوقها باي حاجه عندك بقى، اي حاجه، بس دي شوكولاته جميله وهي دي اللي انا قدامنا. طبعا يا جماعه اللي طلعت من الفرن شايفين الجمال والحلاوه، رز بلبن السقعان شايفين اهو، حاجه فخمه جدا. ودي البطاطس شكلها حلو قوي، والصوص ده انا مش عارف هو ايه، هي مسهله عملته انا ما شفتوش، هبقى اقول لكم عليه وانا باكله. الف هنا وشفا على قلبكم اهو، بس المنظر جامد جدا. السلام عليكم. اهو ما بتهونش عليا والله، مش هيلا تثبت يا جماعه في الفيديو دي، يعني فيديو صعب. اولا البطاطس خدت شغل، الرز بلبن خد شغل عشان يطلع لكم بالنتيجه الجميله دي. الوصفه دي صعبه، الوصفه دي صعبه جدا، جميله يعني صعبه ايه، حلوه يعني، حلوه قوي قوي عشان قليل والكلام ده. اي والله ايه الجمال ده؟ هم اللي كنت اشرب دول، هم اللي عملناها. ايوه والله. حاجه ايه؟ ادي عيني. مش عارف هل تاكل ليه؟ تخيل يا بنتي صايمه بقالها شهر. صايمه صيام يعني. الله. كده بقى ده محتار انا النهارده ادخل فيه بالظبط. هو المفروض انت تاخد الرز باللبن وبعدين تبقى تحدق بقى. لا يا مصري، لا تقوم داخل، انا ما اكلتش من الصبح. هتحدق في الاخر يعني. ما ينفعش. انت هتحدق في الاول. انت لو ما حدقت، لو دخلت على المسكر على طول يدوخك. يوم ما نزل السكر بتاعه نزله ولا رفعه؟ حلو قوي قوي. انا بصراحه يا جماعه هنا يعني حاجتين، لما تشم الريحه البتاع دي كمان اللي فيها السمنه البلدي دي، يعني شوفوا منظرها عامل ازاي، شوفوا منظرها عامل ازاي يا جماعه، كمان شايفينها كده، شايفين حاجه عظمه. شويه السمنه اللي فوق دول تكه حلوه قوي بجد. بس انا هبدا بقى بالساقع طبعا، انا يعني نبدا بالساقع وبعدين السخن. هنشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. يا نهار ابيض، خلي بالكم، يا نهار ابيض. اجمع لها مسعين حاجة باش. بصوا اللهم صل على سيدنا النبي، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ اللهم صل على سيدنا النبي. يا جماعة مش عايز اقول لكم مشاعر، بس عايز اقول مسعيلة
لان هي تعبت عايز اغلها. هات كده هات كده مغرفك شوف بالصلاه على النبي كده. لا حاجه ايه يا مسعيل عظمه بجد كده. خلي من دي خليك كده شوفي من ده ايه. اي خدمه يا باشا حاجه ايه. خد بقى كده وقول لي بقى قول لي كده عشان المشاعر صعبه قوي. انا مش تقيل كمان. انا مش حاسس ان انا باكل حاجه يعني دسمه خالص. مظبوط قوي. سكر مش عالي. السكر مش عالي يا جماعه. نشوف انا حطينا تعيد له نص حليب محطوط فيه كوبايه سكر. لا قولي لي بقى شفتي مش مسكر خالص ده كويس ان احنا حاطين الحاجات دي. مسكر خالص مظبوط جدا اهو شايفه. يا نهار ابيض يا جماعه والله العظيم مشاعر جيجاش. انا ما اعرفش ده الطبق هيخلص وانا حاسس ان انا ما اكلتش حاجه. ده كتير ده. حد يقول لي كده الطاجن ده قد ايه اهو يا جماعه. الحاجات دي احنا في ايام لازم اولا دايما اقول لكم انا اقول لكم دايما الحليب في البيت والخبز بركه في البيت. هي الوصفه كلها رز موجود هاتها واعملها كده بالشكل ده وبنفس التكات دي وانت هتشوفها هتدعولي. انا بقول لكم مش عارف امشي. انا عايز اروح الطبق ده لسه فيه يعني الطبق التاني ده فيه مشاكل جامده جدا. في سمنه بلدي جدا بقى زمان شفتوه عليه سكر دشيته. عامل ازاي رز معمر. اللهم صل على النبي. ايش خيال خيال. ما انا عايز سؤال تاكل منه يا مزهير معلش عشان خاطر انا اهو. بقول لكم مظبوط مظبوط. بصوا يا جماعه السكر مظبوط. احنا احنا خدنا كده يعني انا بيتا وهو شغال كده بتاخد معلقه صغيره كده مشاعر. انت قلت لي كوبايه سكر دلوقتي. سكر مظبوط جدا لان هم شويه سكر شويه رز وشويه الحليب كتار برضو ما همش مش قليلين على كوبايه السكر قليله عليهم. فمظبوطه جدا جدا. انا عايز بقى ادخل هنا واشوف الدنيا فيها ايه هنا. بسم الله الله اللهم صل على النبي. الطبق ده وحطه قدام. ماشي ابدل ده. انا بس معجب قوي بال والله البطاطس دي خطيره. اللهم صل على سيدنا النبي. شوفوا كده يا جماعه شوفوا. يا نهار ابيض ده خراب على الريح. اقول لكم انا طالع من دوله رايح دوله تانية اجمل اها. سخن انا سخن قوي يا عم. بس ما هو بقى انت مشيت وسخن. لا 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 هاتي هاتي يا ام حسين هاتي معبيلي عشان تحكي لي. هاتي 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 دي هاتي معبيلي هاتي يا معبيلي هاتي 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 بس. لا ده مش مشكله. لا مش مشكله ما احنا عارفين بيها الوقت وكانت نظيف. بس انت مش واخده بالك حبيب عمو صديقي. خدي بس كده قولي لي كده ده حاجه ايه الحان بيلحن. اللهم صل يا جماعه. الوصفه جميله جدا والله العظيم وصفه جميله جدا طالع حلو قوي قوي قوي. بسم الله. وانتوا هتخشوا تشوفوا الوصفه ان شاء الله هتشوفوها. شوفوا حاجه اولا معلقه السمنه البلدي دي لو انت حطيت زبده حط اللي هو البوك اسمها بوك دي مش كده اسمها بوك ولا لوك بوك. حط عليها حط عليها واحد من اللي هو ال 30 جرام دي طعم تاني خالص. ده حاجه تانيه خالص يا جماعه. دي حاجه دفيت في الشتاء بقى. دفيت اهو. وخلي بالكوا في حاجه القوام هنا ما تهزش. يعني انا كنت بقول ده الفرن هينشفه. لا ده هو شرب السمنه شرب السمنه يا جماعه. شوفوا يا جماعه عامل ازاي. شوفوا شايفين شايفين المنظر الجميل ده. اللهم صل على سيدنا النبي. صلاه النبي احسن والله العظيم يا جماعه. انا بصراحه مكسوف يعني مكسوف من انا مكسوف من حلاوته.
بس انا مش عايز اطول عليكم لان الفيديو بصراحه طول، التصوير خد وقت كتير غصب عننا يعني، ما احنا ما بنختصرش بل وما بنطولش برضه في طريقه العمل عشان تستفادوا يعني. بس انا عايز سؤال تاكل منه، وانا مش عايز اطول عليكم يا جماعه، اشوفكم بخير في فيديو جديد تاني ان شاء الله. اعملوا الوصفات الجميله ديت. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.